اهلا بيكم. حلقة النهاردة من دكتور كارلوس تيبس، هنتكلم عن الشعر الدهني وروتين العناية بالشعر الدهني. لو انت من الناس اللي شعرهم دهني وعايز تعرف ايه هي اسباب انك شعر يكون دهني وازاي تعتني بشعرك عناية صحيحة ومظبوطة، تابع معايا الفيديو للاخر، لان في اخر الفيديو هقولك على منتجات كويسة جدا تقدر تستخدمها في روتينك اليومي للعناية بالشعر الدهني. الشعر الدهني هو نوع من أنواع الشعر بينتج نتيجة لإفراز الزائد للدهون. إفراز الزائد للدهون بيسبب التهاب في فروة الرأس وظهور القشرة والبثور وحبوب في فروة الرأس. يمكن الدهون اللي بيفرزها الغدد الدهنية اللي موجودة في فروة الرأس هي مهمة جدا للحفاظ على رطوبة ونعومة، وإن الشعر يكون دايما لامع. لكن مع الإفراز الزائد بيسبب التهابات في فروة الرأس وبتنتج عنها القشرة والحبوب اللي في فروة الرأس، ومع الوقت بتلاقي إن الشعرة نفسها بتبدأ تكون باهتة وضعيفة وممكن تؤدي إلى تساقط الشعر. الشعر الدهني ممكن يكون حاجة من الاتنين، إما يكون لفترة أو يكون عرض مؤقت نتيجة لعدة أسباب. يعني إيه؟ يعني الشعر الدهني ممكن يكون واحد مولود طبيعته كده نتيجة الجينات الوراثية هو شعره دهني طول الوقت، وده بيحتاج لعناية خاصة عشان نبدأ نهتم بشعرنا ونحافظ عليه من البهتان وإنه يتساقط أو يصاب بالقشرة. أو يكون إن الشعر الدهني ده عرض مؤقت نتيجة لعدة أسباب. زي إيه لعدة أسباب اللي ممكن تسبب إن الشعر يكون دهني لفترة معينة؟ زي التغيرات الهرمونية. التغيرات الهرمونية بتؤدي لزيادة الإفراز الدهون من الغدد الدهنية الموجودة في فروة الرأس، وخصوصا في فترة البلوغ وفترة انقطاع الدورة عند النساء. كمان التوتر الشديد وبعض الأدوية زي حبوب منع الحمل بتؤدي إلى تغير في الهرمونات وبالتالي زيادة إفراز الدهون. وكمان بعض العوامل المناخية أو البيئية، زي الناس اللي بيتعرضوا لحرارة زيادة أو رطوبة زيادة، ده بيؤدي إلى إن الشعر يبقى دهني بشكل كبير. وكمان الناس اللي بتعرق زيادة وبتستخدم مستلزمات غير مناسبة للشعر. يعني في ناس ممكن تستخدم كريمات أو زيوت بزيادة فبتتراكم فبتؤدي إن الشعر يكون دهني. طيب لو شعرك دهني بسبب اي سبب من الاسباب ده، مع ان احنا نبعد عن السبب، اول ما نبدأ نبعد عن السبب هيبدأ يرجع شعرنا لطبيعته الاساسية. لكن لو شعرك دهني نتيجة لطبيعته او ان هو الجينات الوراثية بتاعتك ان شعرك دهني، لازم تعتني بعناية خاصة. احنا قلنا ان الدهون دي مهمة للشعر، لكن زيادتها مش كويس. ليه؟ لانها بتسبب التهابات، لانها بتسبب قشرة، كمان بأن هي الدهون الزيادة دي بتجذب الأتربة والأوساخ والشوائب بشكل أكبر، وكمان بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا فبتسبب مشاكل كتيرة جدا في فروة الرأس. وعشان نعتني بالشعر الدهني في بعض النصايح عايز أقول لكم عليها عشان نبدأ نعتني بشعرنا. أول حاجة غسيل الشعر. لما نيجي نغسل شعرنا نغسله 3 مرات في الأسبوع. يا ريت نحتفظ باننا نغسل شعرنا 3 مرات، مش اكتر ولا اقل، لان لو زودنا عن 3 مرات في الاسبوع فاحنا بنشيل الدهون بزيادة، ولما نشيل الدهون بزيادة بتجف فروة الراس، وبالتالي كرد فعل طبيعي لفروة الراس ان هي تحافظ على نفسها من الجفاف ان هي بتبدأ تفرز دهون زيادة، فكده يعتبر احنا ما بنعملش حاجة. فلازم نلتزم ان احنا نغسل شعرنا 3 مرات اسبوعيا فقط، وبنستخدم الشامبو المناسب للشعر الدهني، لأن الشامبوهات في الأسواق مختلفة حسب نوع شعرك، لأن شامبوهات الشعر الدهني مختلفة تماما عن شامبوهات الشعر الجاف أو الشعر العادي، لأن الشعر الدهني بيحتاج إلى شامبو يكون درجة الحموضة بتاعته عالية، يعني يكون وسطه حمضي. فما بيناسبش اي شامبو للشعر الجاف او الشعر العادي ما بيناسبش الشعر التالف. ويمكن احنا اتكلمنا على انواع الشامبوهات وازاي نختار الشامبو المناسب في حلقة قبل كده،
فهسيب لكم الرابط تحت برضو لو عايزين تطلعوا عليها. لكن باختصار ان الشعر الدهني بيبقى فيه الشامبو بتاعه بيحتوي على منظفات اعلى ودرجة او مواد مرطبة اقل، لان هو شعر دهني بطبيعته فمش محتاجين مرطبات عالية. فبنبقى الشامبوات اللي خاصة بالشعر الدهني بيبقى فيها مواد تنظيف اعلى عشان تشيل تقدر تشيل الاتربة والاوساخ والدهون الزيادة، ودرجة ترطيب اقل لان احنا مش محتاجين ترطيب عالي. وكمان واحنا بنختار الشامبو بتاع الشعر الدهني لازم ناخد شعر شامبو خاص بيعمل على تنظيف الشعر بجانب اللي هو ينظم افراز الدهون في فروة الراس، لان لو خدنا شامبو بيشيل كل الدهون بيسبب جفاف، فبالتالي بتبدأ تزيد افراز الدهون اكتر. لكن احنا بناخد بالنا واحنا بنختاره، هقول لكم على الانواع الكويسة جدا اللي بتعمل النقطة دي، اللي هي بتنظف وتنظم افراز الدهون بدون ما تسبب جفاف. كمان نصيحة مهمة جدا، بعد ما نستخدم الشامبو المناسب لازم نشطفه كويس جدا بالمية. ليه؟ عشان ما نسيبش اي رواسب متراكمة على الشعر. كمان استخدام البلسم، زي ما احنا عارفين ان الشامبو بعد ما بنستخدم الشامبو بنستخدم بلسم، والحقيقة ان الشامبو الشعر الدهني سوري بيحتاج بلسم، رغم ان هو دايما بيبقى فيه زيوت ودهون زيادة ودايما رطب، لكن برضو ما يمنعش ان احنا نستخدم بلسم عشان نحافظ على رطوبته، لان مهما كان برضو مع الوقت واستخدام الشامبو الخاص بالشعر الدهني بيبدأ يجف الاطراف وخصوصا الاطراف. فبنستخدم البلسم ولكن نستخدمه مرة واحدة بس في الأسبوع، ما نستخدموش أكتر من كده. وما نيجي نستخدم البلسم نستخدمه على الأطراف فقط مش على فروة الرأس، لكن الشامبو ما نيجي نستخدمه على فروة الرأس. طيب في بعض الناس ما بيبقاش عندهم وقت كفاية إن هما يغسلوا شعرهم ويستنوا لحد ما ينشف. طيب في الحالة دي نستخدم ايه؟ في انواع من انواع الشامبوهات بنسميها الدراي شامبو او الشامبو الجاف، ده بنرش منه على الشعر ونسيبه لمدة 5 دقايق، وبعد كده بنمشطه كويس جدا، وكده بيساعدنا على التخلص من الزيوت الزائدة او الدهون اللي موجودة على الشعر. كمان في نصيحة، واحنا بنمشط الشعر ما نمشطش كتير، لان التمشيط الزيادة بيحفز الغدد الدهنية في فروة الراس ان هي تنتج زيوت زيادة، فما يعني نبتعد عن الافراط بالتمشيط. واحنا بنمشط كمان نستخدم فرشة كويسة. كمان نقلل من استخدام الصبغات وكريمات الفرد واستخدام الاستشوار، لان الاستشوار بيجفف الشعر فبيساعد برضو ان فروة الراس تبدأ تنتج زيوت زيادة. دلوقتي هوريكم كمان المنتجات اللي ممكن نستخدمها للشامبو للشعر الدهني والبلسم الخاص بالشعر الدهني وازاي نعتني بيه. خليكم معايا هوريكم دلوقتي المنتجات. اول خطوة في عناية بالشعر الدهني هو خطوة غسل الشعر بالشامبو الخاص بالشعر الدهني. واحنا قلنا واحنا بنختار الشامبو الخاص بالشعر الدهني لازم ينظف الشعر، بالإضافة إن هو ينظم إفراز الدهون بدون ما يسبب جفاف عشان ما يزودش إفراز الدهون. واخترت لكم نوعين من الشامبوهات اللي بتعمل النقطتين اللي احنا قلنا عليهم دول، فيتشي ديركوس أويل كنترول شامبو وفولتن شامبو للشعر الدهني. فيتشي ديركوس أويل كنترول وفولتن شامبو للشعر الدهني، الاتنين ممتازين جدا، بينظفوا الشعر بلطف ويساعدونا ان احنا نتخلص من الدهون الزايدة، وفي نفس الوقت في مواد بتنظم افراز الدهون بدون ما تسبب جفاف للشعر. بنستخدمه ازاي؟ بنبل الشعر الاول بالمية، بعد كده بنحط كمية كويسة او كمية كافية من الشامبو على فروة الراس ونسيبها لمدة 5 دقايق، بعد كده بنغسله كويس جدا بالمية، ويا ريت المية تكون باردة أو دافية، بلاش المية السخنة، لأما مية دافية أو باردة. نغسله كويس جدا، وبعد كده هتيجي خطوة البلسم. البلسم أنواع، إما بلسم
بنحطه على الشعر ونغسله على طول، زي فولتن بلسم اللي قدامنا ده، ده فولتن بلسم، ده مناسب لجميع انواع الشعر، بنحطه على الشعر بعد استخدام الشامبو مباشرة، ونسيبه برضو من 2 لـ5 دقايق، وبعد كده بنغسله كويس جدا بالمية. ده عشان، واحنا قلنا لما نيجي نحط البلسم نحطه على الاطراف مش على فروة الراس، الشعر الدهني مهم جدا ان احنا نحطه على الاطراف، بلاش نحطه على فروة الراس. نحطه 2 دقيقة بعد كده نغسله بالمية. فولتن كونديشنر او البلسم بيحتوي على الالوفيرا اللي هو الصبار وفيتامين اي، ده حاجة بتساعد في ترطيب الشعر وتمنع الجفاف والتقصف. ده اول نوع من انواع البلسم ممكن نستخدمه، او لو احنا مش عايزين نستخدم الشامبو، قصدي البلسم على طول بعد الشامبو، ممكن في نوع تاني من انواع البلسم، وهو اللي هو نقدر نحطه قبل ما ننام ونصحى تاني يوم نغسله، زي ارجان اويل، ده على هيئة سيرم، بيبقى السيرم ده خفيف سهل الامتصاص بدون ما يسيب اي اثر على الشعر، بنحطه قبل ما ننام على اطراف الشعر ونصحى تاني يوم الصبح بنغسله. برضو نستخدم الحاجات دي، ننصح ان احنا نستخدمها البلسم للشعر الدهني مرة واحدة في الاسبوع. ده من شركة ليستا فورد، او ممكن تشوف اي نوع تاني، لكن الشركات دي ممتازة جدا وكويسة، لانها الارجان اويل بتاع ليستا فورد ده ما بيسيبش اي اثر دهني على الشعر، بيبقى سهل الامتصاص. ده نوع من انواع الدراي شامبو اللي احنا قلنا عليه، الناس اللي هي عايزة ما عندهاش وقت ان هي تغسل شعرها وتسيبه يجف، فممكن نستخدم نوع من انواع الدراي شامبو، واحد من الاثنين دول، تبع في واحد تبع شركة تشارلز اللي هو الفضي ده، او ليستا فورد الدراي شامبو، زي ما احنا قلنا بنرجه كويس ونبخه او نرشه على الشعر ونسيبه لمدة 5 دقايق، وبعد كده بنمشط الشعر على طول باستخدام الفرشة، فبيشيل اثار الزيوت اللي موجودة على الشعر. هوريكم المنتجات تاني عشان تعرفوا اساميهم او اشكالهم، الشامبو فيتشي ديركوس اويل كنترول، او فولتن شامبو فور اويل هير، البلسم لا اما نستخدم فولتن بلسم اللي هو بنغسله على طول بعد بنسيبه 2 دقيقة ونغسله، وباكد تاني نحط البلسم بس على اطراف الشعر بلاش على فروة الراس، او الارجان اويل سيرم، الارجان اويل سيرم من شركة ليستا فورد، ده بنرش على اطراف الشعر قبل ما ننام ونسيبه، ونصحى الصبح نغسله ونجففه كويس. وده الدراي شامبو اللي قلنا عليه، تشارلز او ليستا فورد دراي شامبو. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة من دكتور كارلوس تيبس، وما تنساش لو عجبك الفيديو لايك، ويا ريت تعمل شير عشان كل اصحابك واصدقائك يستفيدوا، ولو عايز تستفسر عن اي حاجة سيب لي استفسار او كومنت تحت الفيديو وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن، ولو ما كنتش لسه اشتركت في قناتنا يا ريت تشترك معانا عشان تتابع الفيديوهات الجديدة اول باول، واشوفكم في حلقة جديدة من دكتور كارلوس تيبس.